لعلها إذن هاني دخلت بطريقة أخرى وإن شاء الله يعاود يرجع إخواننا. كنتم أكثر من 14,000 على الفيسبوك، وعلى كل اللي ما يشوفهاش فيسبوك يعاود يشوفها إن شاء الله في اليوتيوب. وهذا باش يوري لكم العبث نتاع الإمارات في قضية الفيسبوك، وأنا ربما الآن يعاود يقطعوها يعني ربما. إذن إخواني أنتم نتاع الفيسبوك راهو انقطع الخط، راني توقفت على الحديث حوالي دقيقة تقريبا، وها راني نكمل في نفس الحديث باش ما يفوتكمش يعني. إذا قلت عبد الكريم هيثم هذا هو اللي لعب دور رئيسي في إخراج زوخ من السجن، لأن عبد الكريم هيثم هذا هو أخ لنسيب الزوخ، مش هو نسيب زوخ، كاين كثيرين يخطئون ويقولوا أنه هو نسيب زوخ، لا هو أخ لنسيب زوخ، هو الأخ نتاعو. خلاص أرجع الفيسبوك. عبد الكريم هيثم وشنو علاقته ببوعزة وسيم؟ في الحقيقة عبد الكريم هيثم هذا بنى زوج عمارات في الشراقة، وشراهم عليها بوعزة وسيني ب 964 مليار سنتيم، أقل من 1000 مليار سنتيم. لماذا؟ لأنه لو كان كانت أكثر من 1000 مليار سنتيم كان يجب أن تمر المشروع يمر حسب القانون على ما يسمى بالسي بي يو. مشاريع اللي فوق أكثر من 1000 مليار تمر على سي بي يو، دونك هما داروا شوية تحت 1 مليار 964 وفواصل. هذا ان شاء الله كي نكمل اللقاء راني نحط هذا المشروعين باش تشوفوهم اللي ما يعرفوهمش. هذون طبعا في 6 شهور اخفوا، هذا الجيش ما يحتاجهمش، لانه هذو دي باتيمون، هذه العماره شقق ليكجيريوس كما يقول الانجليز، ليكسيو دي ابارتمون ليكسيو تاع الصح فاخره، ففي الاصل الجيش ما يحتاجهمش بهذه الفخامه يعني. لكن هو كانت طريقة من خلالها بوعزة وسيني يأخذ مبلغ لباس به. في الغالب المعلومات تقول أنه أخذ على الأقل 10% عمولة ليه هو. أحسبوا من 964 مليار سنتيم كم هي 10%؟ أكثر من 96 مليار سنتيم أخذها هو. وفي نفس الوقت أنقذ المشروع تاع عبد الكريم هيثم، لأن الناس في الجزائر تقريبا الآن خاصة في الفترة الأخيرة، هذه السنتين الأخيرتين، بدأ نقص الشري نتاع لي زابارتمون ليكسيو والفيلات الكبيرة نقصت، فلم تعود كما كانت. شكرا للأفاضل اللي راهم تبرعوا الآن، بارك الله فيكم جميعا. إذا قلت ينقذ هذا اللي عنده علاقة به عبد الكريم هيثم من سقوط المشروع، يدي هو مبلغ 10% على الأقل، في اللي قال أكثر من 10%، لكن خلنا نقوله 10% فقط. وفي نفس الوقت ينقذ أيضا صديق له، صديق هذا اسمه فريحي إسماعيل، لأن فريحي إسماعيل باباه اسمه فريحي عبد الوهاب عقيد، وكان دار الخير في بوعزة وسيني لما كان بوعزة وسيني ما زال نو كابيتان إلى آخره، فحب يرد له الخير، فهو يرد الخير اللي دار فيه الخير من قبل لفريح إسماعيل اللي هو شريك عبد الكريم هيثم، وفي نفس الوقت ينقذ لهم المشروع وشركتهم من الانهيار بعد ما يعطيهم 964 مليار سنتيم من أموال الجيش. في نفس الوقت يدي 10% منها، وفي نفس الوقت يتدخل كعربون تاع الثقة اللي بينه وبين عبد الكريم هيثم وفريحي، يتدخل لإخراج زوخ من السجن. هذه هي كيف تسير الجزائر. أنتم تعرفوا أنا في الغالب ما نجيب لكمش الملفات هذه إلى آخره، لأني في الغالب نحب نركز في القضايا الكبرى، لكن أحيانا القضايا الكبرى ما نفهموهاش أو بعضنا ما يفهمهاش لو كان ما تكونش كاين دي كابراتيك كما يقال في دي زيكزومبل إليستراتيف، توضح أمثلة توضيحية، أحيانا لازم أمثلة توضيحية. هذا مثال يورينا العلاقات كيف تقوم بين، طبعا هذا الموضوع فيه تفاصيل
في تفاصيل كثيرة كيفاش تمت المشروع يسمى سولوريوم إلى آخره. الشيء اللي جميل هو أنه السكان اللي في المنطقة هذه في هذه المنطقة في الشراقة واللي ساكنين هناك أكثر من 20 سنة ما عندهمش الغاز مثلا، دخل الغاز الآن، الآن راهو الغاز دخل للعمارتين، وبالتالي السكان اللي مساكن ساكنين ثم منذ 20 سنة بدون غاز مثلا هاو جاهم الغاز. الشيء الآخر أيضا أن الناس اللي ساكنين في تلك المنطقة وكانوا مرات يديروا لوتور باش يدخلوا لوطوروت، درك واسيني أعطى أوامر باش تتحل فتحة على لوطوروت باش يدخلوا على يعني لوطوروت، أصبحت قريبة من هذا المشروع، بيناتهم 300 متر ما بين هذا الباتيمون أو 200 متر ولوطوروت، طريق المزدوج، طريق مزدوج كان مغلق وفي مخاطر. شفت أنا فيديو وضح الصورة، في مخاطر على ذاك، لكن فتحوه طوروت باش توصل لهذا المبنى وجابوا الغاز، فعلى الأقل يستفيد السكان اللي في المنطقة ربما هذا إذا سمحوا لهم باش ياخذوا الغاز. هذه واحدة من الأمثلة كيف تتم الأمور. خليني نضيف لكم شيء، هو في الحقيقة هذا موضوع فيه كثير من التفاصيل، ما حبيتش ندخلكم في تفاصيله التقنية كثيرا، لكن فيه كثير من التفاصيل. اليوم مثلا هذا يقول اليوم يعني هذه العشر أيام الماضية أصدر أبو عزة وسيني قائد المخابرات الداخلية الذي ليس له أي علاقة، رجعوا إخوانا في فيسبوك وراكم أكثر من 8000، مرحبا بكم، الذي ليس له علاقة بمديرية الإنشاءات إلا أنه كان هو المدير السابق نتاعها. هذه لا ديريكسيون دي انفراستركتور هي أهم من أهم مديريات داخل الجيش، لأن هي اللي تقوم ببناء كل ما يحتاجه الجيش وكل ما يريده الجيش. فهو خرج منها كما قلت لكم أنا المرة الماضية، تعين في أبريل، أعتقد في 22 أبريل تعين مدير مخابرات داخلية. مع ذلك ما زال وعز وسيني هو اللي يعطي الأوامر للمدراء داخل هذه المديرية، مديرية الإنشاءات، ويقول لهم وش ديروا وش ما تديروش. مثلا أعطاهم أوامر الآن بأن كل المشاريع تعطى للصينيين، مش فقط للشركة المشتركة بين الصينيين والجزائريين اللي أنشأها هو، لا بالجيش والصينيين، لا حتى للشركات الصينية أخرى، كل ما يمكن من إعطاء شركات من إعطاء مشاريع للصينيين يعطوها لهم. لماذا؟ لأن الصينيين تهلاو فيه مليح بطريقة يعني يستطيع أن يولي هو بابا وش يسموه هذاك تاع البيع الشهير الآن اللي هو في الإنترنت، أعتقد أن اسمه بابا علي ولا شو يسموه. على كل هذا رجل أشهر واحد من في الإنترنت الآن كأشهر بائع اللي هو صيني في الحقيقة. إذا قلت روحت قل لي عندما ذكرت بوعزة وسيني كثرة التشويش، طبيعة الحال لأن يعني الذباب من بعد بوعزة وسيني يعطي أوامر باش يحاول الذباب يكون في أقصى حدوده يعني. الآن أعطى أوامر لهذه الصينيين، وين الخطورة هنايا؟ يعني؟ مش فقط الخطورة أنك حينما تمد لشركات نتاع دولة واحدة، معناها هذيك الدولة تعرف كل مشاريعك، كاين مشاريع سرية تاع الجيش. معناها الآن الصين تعرف كل المشاريع العلنية والسرية تاع الجيش. لا، ولما تمد لشركات نتاع دولة واحدة أيضاً، يصبحوا خلاص متعودين على أخذ المشاريع نتاعك، معناها يسقدوك يعني، لو كان يجيب مشروع في مكان آخر يروحوا. لأنهم خلاص أنت ضامنينك هم يدوا مشاريع من عندك. فمثلا وش عطاهم؟ احنا نعرفوا باللي لاميروتي اللي هي قيادة القوات البحرية فيه تفكير منذ زمن في الحقيقة، هذا التفكير بنقلها من هناك، وجعل لاميروتي في العاصمة في قلب العاصمة جعلها متحف. هذه نقطة مليحة. أنا علي بابا، لو فكروني في الناس علي بابا، شكرا لكم. فأبو عزة وسيني راه هو علي بابا الآن في الجزائر. لاميروتي في مشروع إذا نقلها وفتح على أساس تكون متحف إلى آخره، شيء جميل. وكان فيه قرار أن تصنع قيادة للقوات البحرية وين؟ في زيرالدا. جزء من هذا القيادة بطبيعة الحال قيادة القوات البحرية قيادة أساسية مركزية سري، المفروض أن لازم يقوموا به اللي يقوموا به ثقة كاملة، وفي الحالة هذه الدول تستخدم شركاتها هي
شركات الدولة، لأن يعني في جزء من هذا المشروع سري، اللي هي معابر تحت البحر، معابر سرية إلى آخره. لا، هما قدموه للشركة الصينية واحدة هي اللي تقوم بالموضوع. وبالتالي هنا مش فقط رانا نخصصوا في الفلوس والدراهم، ومش فقط يجي واحد كما أبو عزة وسيني يصبح علي بابا بين عشية وضحاها ينهب بلا حدود، لأنه مكانش اللي يراقبه. هاو علاش كنقولوا دولة مدنية؟ لأنها لازم تراقب الجيش، المنتخب يراقب الجيش، منتخب تاع الصح، مش منتخب تاع الارندي والافلان وما اكل السبع والمترديه. لا لا، مش هذا نحكوا على قوه مدنيه حقيقيه يعني. اذا لم يعد فقط في المال، وانما الخطوره ايضا في الامن القومي، الامن العسكري البحت، حينما تسلم مثل ما الان اغلب اسلحه يشرون عند الروس. هذا ليس منطقي، لأن الروس يمنعوا عليك في لحظة وتصرى حاجة في الروس طيب قام صار زلزال وخذ نص روسيا، منين تجيب انت قطع الغيار ومنين تجيبه؟ وين؟ ما عندكش، لأنك يعني تجيب من دولة واحدة، وكي تجيب من دولة واحدة هي الأسعار هي اللي تضعها. بينما تنويع السلاح مادام ماكش تنتج، الأصل أنك تنتج. هاي الدولة المدنية في تركيا في 15 سنة أنتجوا بواخر حربية، طائرات حربية، مشاركين في الاف 35، واحده من اخطر الطائرات في العالم الى اخره. هاي هيك تعود دوله حقيقيه، حكومه تحب الشعب وتحب الوطن ومن رحم الشعب. وليس فقط تركيا بالمناسبه، روح شوف كوريا الجنوبيه واش تنتج، روح شوف اليابان واش تنتج، شوف المانيا هذه اللي تكسرت في الحرب واش تنتج. اذا فمشروع تاع لاميروتي، قياده لاميروتي، قيادة القوات البحرية يعطى للصينيين. بالمناسبة أنا ما عنديش خصومة مع الصين لأنها الصين، أو مع الروس لأنها من الروس، أو مع فرنسا لأنها فرنسا، أو مع أمريكا لأنها أمريكا. أنا عندي خصومة مع من ينهب بلدي، من يدعم الطغيان، من يريد جزائر فاشلة وضعيفة. هاي الخصومة نتاعي. أما هذه الدول راهي تدير في مصالحها، بالنسبة لي هذه مصالحها. شيء آخر، كاين سوسيتي تسمى الاي سي سي. هذه الاي سي سي يسموها انتربريز ايكونوميك كوما، حاجة كما هيك في باب علي. يرأسها شكون؟ يرأسها واحد يسمى سفيان عويس. يرأسها سفيان عويس. سفيان عويس هذا عقيد، تقرب، عرف كيف تؤكل الكتف، تقرب من ولاد القايد صالح، بدأ يطلع في ظرف 7 سنين ولا 8 سنين لقى روحه عقيد. ربما كان رائد قبل 7 سنين أو 8 سنين، رائد مقدم عقيد، والآن راهو يطمع باش يصبح عميد في 5 جويلية القادمة. خلاص راهي الأمور مرتبة، يعني تبقى فقط بالنسبة له ماذا به يدعي ليل ونهار أنه يبقى القايد صالح، ويبقى او يبقى على الاقل بوعزة وسيني. فبوعزة سفيان عويس هذا هو بالمناسبة اللي تسبب تسبب في سجن تاج خالد، هذا العقيد سفيان عويس. لان هذا العقيد سفيان عويس هو شاد مشاريع تاع البناء، فكل ما يريده اولاد القايد صالح لبناء العمارات، لبناء الشركات، لبناء الفيلات نتاعهم واللي يبيعوهم الى اخره، سفيان عويس يقدمهم لهم، ومرات يبعث لهم العسكر يبنوا لهم. مع العسكر هذا الجندي او السوليتنو او الانجينيور او الليتنو او الكابيتان اللي هو المفروض في خدمه الجيش، سفيان عويس داروا في خدمه اولاد القايد صالح، لانه هذا يسهلوا له الطريق، وبالفعل سهلوا له الطريق، وصل كولونيل في اسرع وقت، وراه ينتظر باش يكون جنرال. بعد فترة كان في البداية كانت في خصومة بين بوعزة وسيني وسفيان عويس، لكن من بعد تدخلوا يبدو ولاد القايد صالح، صلحوا بيناتهم، الآن راهم صحاب، لأنهم في زوج يخدموا في ولاد القايد. فهذا سفيان عويس الآن راه في علاقة ود كبيرة، وأصبح أيضا ينفذ التعليمات والأوامر نتاع بوعزة وسيني، لأنه عرف أنه ما يريش في خصومة معاه، لأن بوعزة وسيني راه قريب من القايد صالح، وبالتالي يقدر بلك يضر بكلمة والله، وإن كان هو عنده حماية ولاد القايد صالح. فالمهم تفاهموا بيناتهم، يتقاسموا
يتقاسموا في الامور المشاريع اللي تظهر لهم واللي تخرج بيناتهم. علي بابا، علي بابا حقيقي يعني، مش مازال نعاود نرجع سفيان عويس، هذا هذا واحد من الطوام الكبار في البلاد، لكن كي لقى الوقت لنا نرجع له. داك راني حبيت نركز على ابو عزه وسيني هذا، وعلاش حبيت نركز عليه؟ لانه هو جيسكو بوتيست في موضوع الانتخابات. انا بالنسبه ليا وبالنسبه لكل احرار الجزائر والاغلبيه العظمى من الجزائريين، الانتخابات هذا تجديد للعصابات، وبالتالي لن نسمح بها باذن الله، ولن يسمح بها الشعب باذن الله. ولذلك انا كنت حذرت اكثر من مره، بعثت اشارات انتم تسمعوا فيها ونقول هذا ابو عزه وسيني راجع له، لاني كنت مازال نستنى انه ممكن يراجع فكره انه يروح يجدد العصابه عبر الانتخابات. لكن مر الاسبوع والاسبوعين والشهر والشهرين وماضي في الاتجاه، وبعدين تاكدت من مقربين منه انه ما عندوش نقاش، ماشي في الانتخابات. قال لهم لو كان كما قالوا هما، استعملوا كلمات قال نهذبها لكم، قال لهم ولو كانت تطربق الجزائر نديروا انتخابات نديروها، ما عندناش خيار واحد اخر، معناه نجدوا العصابه المدنيه نجدوها، ما كانش خيار واحد اخر، والا بالنسبه ليه يشوف راسه في الطريق، بالرغم انه ما كانش راسه لا في الطريق لا في الكوزينه. كان ممكن يروح يبقى مادام الى ما وصلش 70 سنه يكون يبقى في منصب نتاعو، يكون في خدمه الجزائر، ما يكونش في خدمه القوى الكبرى او في خدمه جيبو الى اخره، لكن ما فهمش وما حشمش، فهاني مضطر اني نجيب له كل التفاصيل، لاننا في الاصل هذه الاشياء ما يهمنيش اني نقولها، مش مهم، انا نعرفها بصح مش مهم اني نقولها. لكن حينما تصبح مصر انك تكسر البلاد وانك تريد تذهب انتخابات قد تفتح لنا ابواب الجحيم، لن نسمح لك، لا انت ولا غيرك باذن الله. في نقاط اخرى ربما نعود نرجع لهم بالنسبه لهذا، فقط حبيت نشير الواحد هذا مهم ايضا ان يعرفوه الجزائريين، وسموه بونويرا، هذا لاجيدون شيف بونويرا. هذا لاجيدون شيف بونويرا كي يوصلوا عنده الجنرالات، وهو اجيدون شيف كي يوصلوا عنده الجنرالات يتحولوا، استغربوها قد تبدو مش طبيعيه مش منطقيه، كيف الجنرالات يتحوا لاجيدون شيف؟ نعم يتحولوا. قول لكم حاجه، مش فقط جنرالات، قاده قوات، مثلا لما يمر عمران عمراني ويجي داخل عند القايد صالح ويلقى بنويره هذا اهل سي الحاج وتحيله. لماذا؟ لان بنويره هذا هو اللي عنده الكوري، هو السكرتير الخاص للكوري، يعني سكرتاريا فيها اكثر من واحد، لكن هو متخصص في الرسائل التي تدخل وتخرج من عند القايد صالح. بونويرا هو اللي دخل الرسائل اللي يحب، وهو اللي خرج الرسائل اللي يحب. إذا تعرف بونويرا وحاب توصل رسالة للقايد صالح يوصلها له، أنت جنرال، أنت عقيد، أنت وزير، أنت مانيش عارف، يوصلها له بونويرا. إذا ما تعرفوش وشاف رسالة أنت ماكش عاجبه، ولا ما قدمت له حتى هدية، ولا ما تفوتش، حتى كنت كون رئيس الحكومة ما تفوتش الرسالة، لأن القايد صالح ما على بالوش واش يدخل واش ما يدخلش، أو يعتمد على اللي قرب منه، مع أنه هو مع مستواه ووضعه وسنه كله يخليه كله في وضع ما يسمحلوش أنه يتابع كل شيء. فإذا بنويرة هذا لاجيدون شيف مساعد أول، هو من يمرر ما شاء ويضع ما شاء ويلغي ما شاء، وحتى مرات الرسائل اللي وقعها القايد صالح لو كان ما تعجبوش يخبيها هو، قايد صالح واش يتبع؟ تبع رسالة تاع هنا ولا تاع لهي ولا؟ فمعناه هو الحاجب، على قول زمان كانوا يسموهم الحاجب، بصح هذا مش حاجب، هذا عنده المفتاح نتاع كيف تدار البلاد. هاي الكارثة يا اخوان، ها هو الحكم العسكري واش يجيب لك؟ تقدر يكون بنويرة هذا يقدر يكسر جنرال، ويقدر يرفع عقيد يولي جنرال ماجور، لأنه قدم أوراق وشكره عند القايد صالح. طبعا بونويرا يعرف متى القايد صالح راه مليح، نفسيته مليحه، راه يضحك، يعرفوا متى راه غاضب، يعرفوا متى راه مش راقد مليح، يعرفوا متى راه شبعان غزال، يعرفوا في كل الحالات نتاعو، فهو يخير له الحالات اللي يحب
يرفعهم او يشكرهم عن القايد صالح باش يطلعوا في الإقراض او باش يدوا مشاريع او يقدمهم له في الوقت المناسب، اللي يحب يكسرهم يقدمهم له في الوقت المناسب، وهكذا. هذه طبعا بوعزة وسيني عنده الان علاقه جيده، الى درجه انه كل عشيه، معلومات اللي عندي تقول انه كل عشيه في الغالب يعني يتصل به باش يقول له نضرب بك دوره. جنرال قائد المخابرات الوحيد اللي خاف منه بوعزة وسيني بعد القايد صالح، يخاف من بنويره السكرتير الخاص بالكوري بالرسائل تاع القايد صالح، فيتقرب منه يقدم له هدايا الى اخره، لانه على باله لو كان بنويره ينقل للقايد صالح كلام اخر او يتهم باللي بوعزة وسيني بالك راه يخطط باش يدير انقلاب على قايد صالح، فممكن بوعزة وسيني يجد نفسه في السجن، مثل ما راه زراد سيدخل هذه الايام. زراد قبل شهر كان واحد من الشوشو كما يقال بالدارجه، واحد من المقربين، من الفافوري تاع نتاع نتاع القايد صالح، لكن جابوا له بلي راه على اتصال مع جماعه التوفيق وربما يدير انقلاب الى اخره. راهو ما اصيب بصدمه دماغيه، ولو واحد من ولاده راه في السجن، الثاني هرب وهو راه على ابواب ان يدخل السجن، كان رقم 3 أو 4 في الجيش حسب الحسابات. ها هو حكم شخص واحد، واش يدير؟ كيفاش تصار؟ كيف تدار الدوله وشؤونها؟ هاي الخطوره، هاي الكوارث. راني نقدم لكم راهي اشياء بسيطه هاي. بالمناسبه اللي وصوا يسقسوا على بالقصير، بالقصير راهو في الجزائر، صحيح زوجته ما دخلتش لان عندها عشرات التهم تنتظر فيها، لكن بالقصير بعد ما تدخل بنويره عند القايد صالح قال له قول له يجي، قال له قول له يجي ما كاش لي مسو، فراه موجود في الجزائر. طبعا بالقصير اللي ما يعرفوش هو قايد درك السابق واللي كان هرب في الصيف الماضي الى فرنسا. هناك قضايا اخرى وتفصيلات اخرى في هذه مش راح نزعجكم بها اليوم على الاقل، راني نشوف بلي انا فتنا 50 دقيقة، لكن حبيت نرجع الى نقطتين او 3 على السريع. نقطة نعود نذكر بها كل إخواننا، نقطة وقوفكم مع إخوانكم مع الأحرار. إخواني راكم الآن 10,000 في الفيسبوك و 40,000 في اليوتيوب، أسعد بكم جميعا وشكرا لكل من تقدم بتبرع. لا تنسوا إخوانكم، لا تنسوا أهاليهم، لا تنسوا زياراتهم، لا تنسوا في السجون، لا تنسوا المحامين، لا تنسوا أحد. هؤلاء كلهم راهم يقاومون من أجل حريتنا جميعا، من أجل نهضة الجزائر. كل من يسجن، كل من يخرج، كل من يواجه هذه العصابة فهو يواجه ليس فقط عصابة مجرمة، ولكن يريد بناء جزائر جديدة، جزائر الدولة المدنية، جزائر حكم الشعب بالفعل، جزائر وين الجزائر العدل والحق والقانون، مش جزائر اللي كاين الناس تنهب بالمليارات في اليوم وكاين الناس لا تجد عشا ليلة، مش جزائر اللي كاين الناس ما يلقوش لولادهم باش يشرو مصبابط باش يدخلوهم للمدارس، وكاين الناس اللي يعطوا لولادهم سيارات نتاع مليار ومليار و200 و800 مليون. مش جزائر اللي عمره ربما مخرج من الولاية، وجزائر اللي أولادهم فيها راحوا لدول لا نسمع بها وراحوا لأماكن لا نسمع بها، في جزر المالديف، وبالوثائق شفت وثائق فيها يباتوا ب2000 يورو لليلة الواحدة، 40 مليون لليلة الواحدة. فاتها الله في إخوانكم في الفقراء، خاصة إخواننا اللي راهم في الخارج، ولكن أيضا في الداخل اللي لبس عليهم. أريد أن أختم بموضوع، وإن كان كاين مازال مواضيع أخرى، لكن فقط موضوع وعدت فيه بعض الأفاضل اتصلوا بي فيما يتعلق ب عبد الرزاق قسوم، الرئيس جمعية العلماء المسلمين، اللي تابعوني قبل بضعة أيام شافوا بأني انتقدت بشدة لأنه دعا إلى انتخاب واحد من الخمسة،
لم يكتفي بذلك، بل قال بأنه بما أن الشعب فشل أو الحراك فشل في إيجاد مرشح يمثل الشعب أو يمثل الحراك، فالآن روحوا لواحد من هؤلاء الخمسة، اختاروا أقلهم سوء كما قال هو. في الحقيقة كانت هنا كذبة كبرى، وهو أن الشعب ليس له مرشح ولم يبحث عن مرشح، ولم يبحث عن مرشح إطلاقا، إنما قال الانتخابات مع العصابات. الشعب عارف بأن هذه الانتخابات تعيد وتجدد العصابات، هذا واحد. الأمر الثاني أنه حينما يدعو لهذه الانتخابات فهو ضد الشعب، وأنا شخصيا صراحة كل من يدعو إلى هذه الانتخابات نعتبره ضد الشعب، لأن ما كانش واحد مش عارف الحقيقة نتاع هذه الانتخابات إلا اللي يريد أن يكذب على نفسه، ما كانش واحد مش عارف الحقيقة إلا من يريد أن يكذب على نفسه. فكونها تجي منه وهو المفروض أنه يرأس جمعية، على الأقل يا سيدي لما تشوف الأمور خلافية ما تتدخلش، بما أنك لا تستطيع أن تقول الحق لا تقول الباطل، وأنا ما زلت على هذا الموقف وما زلت على هذا الانتقاد، كما ليه كما للأخ نتاع منظمات المجاهدين، لأني شكرتهم في فترة معينة لما كانت مواقفهم جيدة، فنقول لمن أحسن أحسنت، لما ساءت مواقفهم ولا يقولوا لازم نروحوا الانتخابات وشنو هو الحل؟ الحل هو باين، الحل قالوا قايد صالح، وهي المادة السابعة والثامنة في أضعف الحالات. لكن ربما كنت في حالة غضب، لأني صراحة أغضب من هؤلاء اللي عندهم تجربة، اللي فاتوا 80 سنة 70 سنة 60 سنة عنده تجربة يعرف كلش، ومع ذلك يبدأ يداهن ويهادن وفي الطاغية في المفسد. لكن اللي ما ربما لم كان كنت ربما تجاوزت فيه هو أنه حينما قلت له بأنه ربما الآن سأصدق التهم الموجهة إليك أنك كنت تخدم مع الكولون، ربما في هذه ونتيجة لغضبي من موقفه ربما لم أكن موفق، فأنا أسحب هذه الكلمة، وخاصة أني أعرف أن أسرته وأبناءه وأحفاده يعني ناس فضلاء صراحة يعني، وأنا لازلت أنا ما نيش نتكلم عن الشخص كشخص، أنا انتقدت موقفه وسلوكه، لكن ربما لأن خصومه اتهموه بأنه كان عند الكولون، أنا لا أعرف، وأنا حتى ثم قلت لا أعرف، لكن قلت ربما هذه المواقف نتاعك هي اللي تخلينا نصدق، فربما هذه حتى هذه كان لازم ربما كنت فيها شوية كما يقولوا قاسح، أو كنت شوية شديد عليه، فها أنا أسحبها احتراما لمن اتصل بي من الأفاضل وأنا أشكرهم، وأيضا حتى ربما لا نصيب قوما بجهالة في هذه النقطة، أنا لا أعرف هذا التهمة الموجهة له، لا أعرف يعني اللي صاحب التهمة هو الذي يجب أن يثبت هذا الموضوع. وفقط أقول لإخواني لأن تلك اللي اتصلوا بي، أنا أقول لكم دائما من يرى شيء، من له انتقاد، من له موقف مني في موضوع معين أو انتقاد معين أو يريد أن يهديني عيب معين فليتفضل، أنا إنسان أقبل كل آراء وأسمع لكل آراء وأسمع لكل انتقادات، الانتقادات اللي أستفيد منها أفرح بها، الانتقادات اللي أعرف أنها ليست دقيقة وليست صحيحة تثبتني في موقفي أكثر فأكثر. فلا تترددوا إخواني في إرسال أي نقد أو أي موقف بشرط، أنا دائما أقول شرط واحد، الإنسان يكون مؤدب، إذا أردت أن تنصح أحد فإن الأدب هو المفتاح لوصول وجهة نظرك. فيما يتعلق بي أنا أقدر أصحاب الأخلاق المؤدبين وأحترمهم بشدة حتى حينما يكونوا أكبر الخصوم لي، وفي نفس الوقت لا أقبل اللي ما عندوش أخلاق اللي ما عندوش سلوك أو اللي يجي باش يتفرع عن فالقباحة اللي يقبح نقبحه معه، لكن في الأصل بالعكس، والإنسان يبقى إنسان وقد يخطئ بغض النظر في الموقف نتاعي في ما يخص خونا قسوم واي واحد اخر بالمناسبه اللي ينادي لهذه الاتفاقات لهذه الانتخابات المزوره اللي الشعب يقول انتخابات مع العصابات، هذه ابصم عليها على 10 وما زلت مبصم عليها كما قلت، فقط ربما في نقطه التهمه الموجهه اليه من خصومه انا لا اعرف وبالتالي اسحبها.
حيا الله على حراري لما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله إخواني، بارك الله فيكم جميعاً.